ناجي احمد الله عاود يبادر وش صنع عسكر يساعده اروى 102 خصال الذي قبضوا علينا طلع في جنب وعوى طلع في الشركين جنب وعوى وعوى اعرفان قديم عشر عليه كانت الحوثي اللي كان معنا واللي دخلونا فايز جمعان وعبد الرب احمد علي يعني احمد محمد علابي وامين حامد و كبار وبكار مدري ايش اسمه هذي دخلنا في الطقم حقه لنا في الجبهه يوم واحد فقط تم القبض علينا واستيسرونا والحمد لله انهم تعاملوا معنا معامله حسنه وليس على ما يقولون كنت قبل حوالي شهر دخلوني انت مجازه وبعدها خرجوني وقبل 3 ايام دخلونا تم القبض علينا هنا اللواء 102 وعالجونا ولا قصروا معنا بشيء الله يعطيهم العافية قالوا لنا نشتي تدخل المعركة أمريكا وإسرائيل وحنحرر بيت المقدس وغزوني من البيت وقفزوا المحل دقة وجاءوا على أساس عندنا قالوا يلا نمشي إنهم قد وصلوا باكم وإنهم جاي يشلوا أراضيكم وينتوا أراضيكم حطينا نصح ونتوكل تحالفنا يا أخي وقربنا جايوا علينا من البيوت كانوا يخزنوا معنا وودهم يقولوا لهم سيدخلون يظلموكم ويذبحوكم ويستعملوا أعراضكم ويشلوا مزارعكم ويشلوا أطفالكم وينهدوا أعراضكم ويشلوا أموالكم ويدعسوكم دعس هل أنت تترجلوا تكونوا يد واحدة فيدخلوا ساب بيوتكم أنصح زملائي أن يرجعوا يواصلوا دراستهم ولا يبطلوا مشاركة مع الميليشيات شرعية رئيس عبد الرب منصور هادي والشرعية انها شرعية انها يعني انهم جنود الحق وان شاء الله ينتصروا قريبا باذن الله